شويه اكتر من المشهد، ونروح للسيد عمر شعيب قنصل مصر في المغرب الشقيق. استاذ عمر مساء الخير على حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بيك. ربنا يخليك. يعني الاخبار اللي جايه بتقول الاستقبال كان حافل لبعثه النادي الاهلي، واضح ان الاخوه الاعزاء في المغرب سعداء بوجود النادي الاهلي، لكن حضرتك حطنا في الصوره اكتر، فور الوصول، التحرك، التسكين في الفندق كان عامل ازاي؟ في البدايه يعني الحمد لله البعثه وصلت بسلام، والحمد لله الامور مشيت بشكل هادي وشكل وبكل سهوله. السلطات المغربيه بكل الحقيقه كان كل اشكال التعاون والتسهيل في الاجراءات والترحيب بشكل واضح وملحوظ. والحمد لله دلوقتي احنا يعني اتحركنا من المطار في الاتجاه ان شاء الله للفندق، والاجراءات كلها الحمد لله تم يعني التنسيق مع الجهه المنظمه، والامور ماشيه بشكل مطمئن وطيب ان شاء الله. الحاله النفسيه والمعنويه يعني بتبان الصوره كذا، بقول الجواب بيبان من عنوانه يا فندم. الحقيقه خليني ابشر حضرتك ولكل المشاهدين بان الروح المعنويه عاليه، وفي اصرار وعزيمه على الفوز، وان شاء الله نشوف مباراه كلنا نسعد بيها، والمشاهدين والجمهور المصري والعربي ان شاء الله يسعد ويفرح باللقاء الممتع والمشوق ان شاء الله. طيب برضو عايز اطمن على الفندق، على ملاعب التدريب، على جدول التدريب بالنسبه للفريق. الجدول والملاعب البعثه يعني تعاملت يعني بشكل مسبق مع السلطات المغربيه، وكل يعني الاجراءات اللي فيما يتعلق بالتدريب والمعسكر ويعني تم تنسيقه بشكل واضح وبشكل كويس وممتاز. طيب يعني معالي القنصل وصول كايزر تشيفز هل تحدد ولا لسه؟ افندم؟ مع وصول كايزر تشيفز الفريق الجنوب افريقي. والله يعني انا دلوقتي الحقيقه يعني مهتم يعني متواجد حاليا مع البعثه الاهلي وخلص معاهم، ويعني لو في اي تفاصيل اضافيه هبلغ. الاهتمام الاعلامي بالنادي الاهلي شايفه عامل ازاي هناك الجماهير؟ كبير وملحوظ. نعم ده حقيقي، اهتمام كبير وملحوظ من الاخوه المغاربه، ويعني ده مش غريب على يعني ما بين شعبين كريمين المصري والمغربي. نعم. في ترحيب وفي رغبه وفي تشجيع الحقيقه يعني علاج في الاعلام، وسائل الاعلام بكل اشكالها، ما بين الجمهور المغربي بكل اطيافه. نعم. وان شاء الله يعني نسعد الجميع يسعد بفوز ومباراه ان شاء الله ممتعه باذن الله. السيد عمر شعيب قنصل مصر بالمغرب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، هذه اللقاء.